لا السكر وراه شي سبب واش لا شويه حركه لاباس ان شاء الله يعني شحال كنت باش بطيء ينفي شهود عليا بلي دخل خلاص الله يبارك فيك. نشكر المواطنين ولاية غرداية وساكنتها عبر بلدياتها كلية. نقول لهم هذا يوم من ايام الجزائر الحمد لله اللي كلنا نجتهدوا باش يفوت في ظروف اقل ما يقول عنها انها تكون في ظروف احتفاليه لأن هذا كما قلت يوم من أيام الجزائر وكلنا مطالبون من أجل تأدية واجبنا الوطني تجاه وطننا العزيز وهو الانتخاب وإدلاء بأصواتنا لصالح أحد مترشحي رئاسة الجمهورية. دزير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.